للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من قناة مراسل أكسترا نيوز أحمد الأفيوني. أرحب بك أحمد وإليك الكلمة. تحياتي لك للاس وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرت ما زلت أتواجد في محافظة قنا وبالتحديد من داخل مجمع صناعات الألمنيوم بمدينة نجح حمادية، حيث أنهى منذ قليل السيد محمد سعفان وزير القوة العاملة زيارته لمحافظة قنا في إطار مبادرة حياة كريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب هنا، خاصة من الشباب ذوي الهمم والمرأة المعيلة والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وذلك يعني ضمن عدد من الجولات التي قام بها وزير القوى العاملة لمحافظات جنوب الصعيد. بدأت هذه الجولة اليوم بمحافظة قنا وستستمر هذه الجولة لمدة 4 أيام، سوف يزور خلالها محافظات الأقصر وأسوان. يعني لأن تضمنت الزيارة اليوم في محافظة قنا توزيع عقود عمل لذوي الهمم وعدد من الشهادات الأمان للعمالة الغير منتظمة، ثم تفقد سيادته وزير القوى العاملة والسيد اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا يعني مركز التدريب المهني بمدينة قفط جنوب المحافظة، والذي يقام على مساحة 35,000 متر مربع ويضم 12 ورشة تدريبية لشباب الخريجين. فضلا عن يعني هناك كان أيضا مساحة لإقامة فندق للمتدربين في هذا المركز يضم 150 سريرا. ثم شهدت أيضا الجولة يعني زيارة لمجمع الصناعات الألمنيوم بمدينة نجح حمادي، وشهد الوزير فعاليات الملتقى السلامة والصحة المهنية بمجمع صناعات الألمنيوم هنا في مدينة نجح حمادي حول تأمين بيئة عمل آمنة للعاملين هنا في هذا المصنع، واستمع لعدد من المتطلبات من العمال هنا في مجمع صناعات الألمنيوم بمدينة نجح حمادي. ربما هذا هو المشهد لدي حتى هذه اللحظة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسل أكسترا نيوز أحمد الأفيوني على كل هذه المعلومات.